الشفاء سيدي يا مولاي كلي يقين بأنك حاضر مجلسي وتسمع كلامي وترد سلامي لأني سمعت الإمام الصادق يقول ما في نور لفاطمة الزهراء سمعت الإمام الصادق عليه السلام يقول ما في نور لفاطمة الزهراء إلا وأمير المؤمنين حاضر وجالس في ذلك المجلس سيدي يا مولاي كرامة لفاطمة الزهراء أن ترفع بيدك المباركة إلى السماء وأن تدعي لهذا البيت بالشفاء يا وجيه عند الله اشفع لنا عند الله سيدي يا مولاي سيدي يا مولاي اقسم عليك بانوار فاطمة الزهراء ام اقسم عليك بعبادة الزهراء ام اقسم عليك بجميل الزهراء أم أقسم عليك بضلع الزهراء أم أقسم عليك بأبي الزهراء أم أقسم عليك بأم الزهراء أم أقسم عليك بأولاد الزهراء أم أقسم عليك ببنت الزهراء أم أقسم عليك بسقاية كربلاء أن تحضر بمجلسي للشفاء يا وجيها يا وجيها عند الله اشفع لنا عند أقسم عليك
بنور وجهك الكريم. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، من لي غيرك بطلب حاجتي وشفاء مرضاي وتطهير هذا البيت من كل روح خبيثة ومن كل ساحر وساحرة وفاجر وفاجرة وكافر وكافرة ببركة الصلاة على محمد وعلى آل بيت محمد. عباد الله الصالحين الحاضرين الجالسين في مجلس المبارك مجلس الزهراء سلام الله عليه، أقسم عليكم بأنوار فاطمة الزهراء أن يطهر هذا البيت من كل روح خبيثة ومن كل ساحر وساحرة وفاجر وفاجر وكافر وكافر ويهودي ويهودية ونصران ونصرانية ببركة نور الزهراء ببركة نور الزهراء. عباد الله الصالحين، أنتم خدمة فاطمة الزهراء وأنا خادم خدمة فاطمة الزهراء، فأقسم عليكم بضلع الزهراء المكسور إلهي وحبيبي ونور عيني، أقسم عليك بنور الزهراء أن تستجب دعائي وأن تسخر لي عبادك الصالحين ومن خدمة الزهراء ومن حضرة أمير المؤمنين لتطهير هذا البيت من كل روح خبيث ببركة الصلاة على محمد وآل محمد قباح وأجمل وشفاء رمضان قراءة سورة الفاتحة لسيدتي فاطمة الزهراء.